الفوريير ترانسفورميشن برضو في عنده تايم شيفتنج بروبرتي، نفس الحاجه اللي احنا كنا شفناها في اللابلاس ترانسفورم. لو عندي اكس اوف تي بتروح لاكس اوف اوميجا، لو عندي شيفت بمقدار تي نوت ده بيروح الناحيه الثانيه ملتيبليكيشن في اي تو ذا ماينس جي اوميجا تي نوت. اوكي، لو احنا فاكرين الكلام ده في اللابلاس كان عامل ازاي، كان بيروح لاي تو ذا ماينس تي نوت في اس او في اس في تي نوت. اوكي، فانا هنا بيسك نفس الحاجه بالظبط بس حطيت جي اوميجا بدل الاس. اوكي، طبعا لو كان عندي هنا دي بلس تي نوت يبقى معنى كده اكنها هنا تي نوت دي بتساوي ناقص تي نوت، فمعنى كده بيبقى في هنا بدل ما كان في هنا نيجاتيف بقى في ايه بوزيتيف ساين. اوكي، ده مهم جدا وممكن اكشن احنا نجيبه من الديواليتي جيفن الموديوليشن بروبرتي. لو احنا فاكرين موديوليشن بروبرتي كانت بتقول لنا لو في عندي اكس اوف تي مالتيبلايد في اي تو ذا جي اوميجا نوت تي، اوكي، كان بيروح الناحيه الثانيه لكابيتال اكس اوف اوميجا ناقص اوميجا نوت. اوكي، احنا لو عكسناها بقى هنا، لو عملنا هنا دي تي ودي اوميجا هتبقى هي نفسها موديوليشن بروبرتي. فاحنا ممكن نثبت التايم شيفتنج بروبرتي دي اكشوالي من الموديوليشن بروبرتي باستعمال الديواليتي. كمثال على كده، لو خدت الفانكشن اكس اوف تي بتاعتي عباره عن ايه، دلتا اوف تي ماينس تاو بلس دلتا اوف تي بلس تاو، دلتا اوف تي ماينس تاو بتروح على طول اي تو ذا ماينس جي اوميجا تاو. اوكي، ودي تبقى ايه تو ذا بلس اوميجا تاو، لان انا عارف ان انا عندي هنا الدلتا اوف تي نفسها الفوريه ترانسفورميشن بتاعها عباره عن واحد. اوكي، فانا هضرب هنا في اي تو ذا ماينس جي اوميجا تاو وهضرب هنا في اي تو ذا جي اوميجا تاو، هنا ماينس جي اوميجا تاو وهنا بلس جي اوميجا تاو. اوكي، نتيجه ان هنا في ماينس ساين وهنا في بلس ساين.